التشكيله نتاع المنتخب. مش نبدا من القدام لانه نعتبر غاديك هي الضرب الصحيح. انا نقعد مقتنع انه وهبي الخزري يلزم قلب هجوم ثاني معاه. باه دونك نقول وهبي ومعاه الخنيسي. باه هذو مزوز. بدري مراش كيفاش نجمو نلعبو بلاش بيه. واذا كان باش نلعبو انت كيفاش تحط لعبو خاطر كادو تروا ولا كاتر ولا الكاترو دو. انا نقعد نمن اذا كان يرجع ما نعرفش حالته البدنيه بحق ما نعرفش انه بن يوسف نجم يصلح يقعد ان جوار اللي عنده دي كاركتيريستيك اللي يصلحوا ويظهر لي في الوسط. على العموم ماشيين فورمول فيها سخيري والشعليلي نتصور لانه اذا كان فرجاني سيسي مش في فورما ما نتصورش الانجيريس باش ياخذ ريسك بيه. واحد اخر في الوسط ولا هذوما ستة تاع ثالث ولا كهو لا كهو عاد قلت لك الخزري اي لا انا قلت لك الخزري والخنيسي راهو اربع مدافعين ان شاء الله يرجع ان شاء الله يرجع طايسين في الوقت المناسب. انا اقول انه بن محمد ينجم يكون اساسي قبل معلول وحدادي. النجم يكون ينجم يكون اساسي. انا عجبت به برشا سناء وعلاش لا ينجم يكون اساسي على اليمين. على اليمين هذاك البوست اللي فما كشريدة النجاز مفلوسي نتصور هذو من الأقرب ولا أنا كشريدة ريتو تضربته إن شاء الله لبس. أنا أقول اليوم هجوميا كشريدة إتان بلوس ما تنجمش تستغنى عليه. حكيت شوية مع المدرب وحكيت حتى شوية مع الإتان تاع نجم مازالوا يعتبروا أنه كشريدة دفاعيا ماهوش 100% أنا اعتبر الدور الأولاني مش هلعبوا ضد مالي وانغولا وموريتانيا لازم نهزهم لاعبين هجوميين. هذاك علاش اعتبروا بن محمد وكشريدا سي لي دو في الاكس. شكون في الاكس؟ نجم نقول اللي قد تكون مفاجاه مع بتاتر مع وجود شمس الدين ذويب اللي يخرج قاعد من موسم من مواسم محترم ويبدو لي ان ديلان برون اذا كان باش يلعب في الاكس يبدو لي انه توجه حسب معلومات اللي فهمتها اكيد شويه مع جيريس باش يكون في الاكس. ينجم يكون ثنائي ليه بن مصطفى عاد الجارديان ليه بن مصطفى الجارديان وباش تكون الكان نتاعو لانه باش يكون هو الاساسي يعرف روحه من الاول باش يكون اساسي ان شاء الله ان شاء الله الضربه نتاعو تتعدى.